الأخبار المزعجة كأخبار الحروب والكوارث الطبيعية تؤثر علينا بشكل كبير، لكن يبدو أن مدى تأثير هذه الأخبار مختلف بين الرجال والنساء. فعدد النساء التي صرحن بأنهن يعانين من نوم سيء بسبب الأخبار العالمية السيئة يزيد كثيرا عن عدد الرجال الذين صرحوا بنفس الأمر بحسب استطلاع للرأي في ألمانيا. فبنسبة 26% من النساء المشاركات في الاستطلاع الذي أجراه معهد وان بول ينمن على نحو سيء للغاية عند توارد أنباء مزعجة حول الأحداث العالمية مقابل 17% من الرجال فقط. كما زادت النسبة اللائي ذكرنا أنهن يستيقظن بصورة متكررة ليلا ويعانين من الكوابيس مقارنة بالرجال. وبحسب الدراسات فغالبا ما تشعر النساء بتراجع القدرة على الأداء وعدم التركيز بصورة أكبر عند النوم بشكل سيء. فعندما تذهب المرأة غاضبة إلى السرير أو متوترة أو تشعر بالقلق، عادة ما يكون نومها غير مستقر وقلقا وغير جيد، وهذا ما يؤثر سلبيا على صحتها على المدى القصير وعلى المدى الطويل. فنوعية النوم تؤثر على الصحة العامة. المزيد مع نادى حجازي. وسائل الاتصال الحديثة التي تعمل على نشر الأخبار باستمرار، تشعر الكثير من النساء أن الأخبار السيئة منها تحاصرهن وتؤثر على جودة نومهن، خاصة وأن الأخبار المفرحة والإيجابية غالباً ما تطمر تحت أكوام الكوارث الطبيعية والمفتعلة. دراسة سابقة من جامعة مونتريال الكندية وجدت أن النساء يتفاعلن مع الأخبار السيئة بضغط نفسي أكبر من الرجال ويتذكرن الأمور السلبية أفضل منهم، إذ بيّنت الدراسة أن النساء اللواتي قرأن الأخبار السلبية ارتفعت لديهن مستويات هرمون الإجهاد، كما تبين أن النساء والرجال يتذكرون الأخبار المحايدة بالمعدل نفسه، في حين أن النساء تذكرن أكثر بمرتين من الرجال عناوين الأخبار السيئة. فكما يبدو فأن النساء يملن إلى الشعور بالمزيد من المشاعر السلبية ويتفاعلن تفاعلاً قوياً مع الأحداث السلبية عندما يكن متعبات في نهاية يوم طويل بحسب الخبراء. لذا فإن الأخبار السيئة في وقت متأخر من الليل بدلاً من النوم تعد كارثة في حد ذاتها. فالأخبار السيئة تؤثر على النساء أكثر من الرجال وتظل في ذاكرتهن أكثر من الذكور. لصباح العربية، ندى حجازي، القاهرة. من الرياض ينضم لنا استشاري النفسي دكتور أسامة نعيمي. دكتور يسعد صباحك، أهلا بك. هل فعلا النساء أكثر تأثرا بالأخبار السيئة من الرجال؟ هل يعني ذلك أن النساء أكثر حساسية والرجال أكثر برودة؟ كيف نفهمها نفسيا؟ صباح الخير سهام بدون نادين، صباح الخير على العربية مشاهدين مستمعين متصفحين. النساء أكثر ذكاء والآن صاروا أكثر انخراطا، ولأنهم مثل ما قالت الدراسة الأولى أنهم أعينهم تتجه إلى الأخبار السلبية خوفا على أنفسهم وعوائلهم والمستقبل، فهم أكثر تأثر بالشيء اللي أمامهم. بس أنا عندي لك سؤال لئيم شوية، تفضل. وهل هذا السبب أنه لما تصير مشاكل النساء يصير عندهم قدرة غريبة أن يتذكروا الأشياء السلبية اللي حدثت عندهم في علاقاتهم ولا لا؟ لأن نحن ذاكرتنا قوية مو أكثر دكتور، بس في السلبيات. في كل شيء والله، في كل شيء، ما تخاف علينا. بس أنا أعتقد أنه الآن بطلت المرأة متلقية للخبر، متلقية للأزمة، صارت أكثر حضوراً أكثر انخراطاً، ولأنه إحنا دائماً نقول المرأة أكثر ذكاءً وقوة من الرجل، وأنا آسف إذا كان في بعض الأشخاص ما يتقبلوا من عندي هذه الكلمة، فهي دائماً ترسم الخطوتين المقبلتين للأسرة، فهي تشعر بالضغط والتوتر قبل ما يشعر به الرجل، وتشعر بانعكاساته على نفسها وعلى أسرتها قبل ما يشعر به الأطراف الآخر. طيب دكتور، دراسة تقول أنه النساء يشعرن بالتقصير وبالإحباط في حال كان هناك وضع سيء أو أخبار سيئة ولم يكن قادرات على تغيير الوضع، ما مدى دقة ذلك نفسيا؟
أنا أعتقد أن هذا الأمر له علاقة بالضغوطات المجتمعية اللي توضع على المرأة، واللي هي تعتبر الحلقة الأضعف في، مع الأسف كانت تعتبر الحلقة الأضعف في أي علاقة موجودة. كان ينظر إلى المرأة على أنه هي المسببة للمشاكل، لأنه الطرف الآخر كان يقوم بكل ما يستطيع أن يقوم به، فأي تقصير كانت تلام عليه المرأة. هذا رسب عندها شعور دائم أنه أي خطأ يحدث ربما يكون لها يد فيه، وهذا اللي يخليها دائما تشعر أنه هي أقل في أي علاقة تدخل فيها. وربما هذا يفسر أيضا ليش النساء دائما بدأوا يعترضوا أنه يتلقوا مقابل أقل من الرجال للقيام بأعمال أكثر من عندهم، وهذا اللي بيحدث في هوليوود خلال الفترة الماضية. طيب دكتور، سألنا الناس برأيك من الأقوى لمقاومة التأثر بالأخبار السيئة، نرجع نسمع رأي الشارع ونرجع لك دكتور. الأقل تأثراً الرجل طبعاً، لأنه الرجل بحكم عقله تقريباً، أما الأنثى بتحكم عاطفتها أغلب الأوقات. يعني ممكن تقرأ خبر يكون ما إله داعي أصلاً، تمام، وتتعاطف معه. المرأة طبعاً أكيد، لأنه المرأة عندها شفافية وحساسة أكثر من الرجل، وطبعاً وعاطفية، وهذا هي طبعاً دائماً المرأة هي بتتفاعل معي كل أي أحداث سواء الحزن أو الفرح. الست بتتأثر، يمكن عطفها حنانها تحبش تسمع أخبار سيئة. أكيد الرجل، يعني لأنه بصراحة مبلد، يعني متعود على أخبار سيئة، ما في أخبار منيحة. فيش حدا ما بتأثر بالأخبار السيئة، الكل بتأثر، بس الرجل يعني بتوقع أنه عنده قدرة على أنه يكبت مشاعره شوية. يعني مثلاً إذا خبر سيء ممكن أنه يكون حزين أكثر من وراء، بس مش بسهولة يبكي. بس الست لأنه عاطفية، لأنه الرجل يعني بيقدر يتحمل الخبر السيء بشكل عام، الست لا. طيب دكتور، كما سمعنا الشارع، المرأة والنساء بطبعهن العاطفي الحساس، هل يتأثرن بكل الأخبار مهما كان يعني طبيعتها، كالمونديال مثلا، سياسة؟ يعني إحنا أكثر تأثر منكم بنتائج المونديال؟ ما أعتقد أنه هو الأمر إلى هذه الدرجة، لكن أنا أعتقد أنه اهتمام المرأة أكثر من الرجل، فإذا اهتموا كلاهما بالطعام فهي أكثر اهتماما منه، وإذا اهتموا كلاهما بالمونديال فهي أكثر اهتماما منه. الإشكالية أنه في بعض الاختلافات اللي المجتمع فرضها على الرجل والمرأة، بضمنها الضغوطات على الرجل أنه يكون شوية يظهر أنه هو صلب ولا يستطيع أن يتعامل مع الضغوطات، بينما قد تكون المرأة أكثر قدرة منه حتى لو كانت ظهرت أمام الآخرين أنه هي ضعيفة. ربما الضعف في تلك الفترة هو اللي مطلوب أصلا في التعامل مع هذه الأمور. في فرق شديد وخلط كبير بين كلمة القوة وكلمة القسوة. هما يعتقدوا أنه لأنه الرجل أقسى من المرأة فهو أكثر قوة من عندها. أصلا هي المرأة عندها نوع من الذكاء العاطفي اللي هي تتخلص من المشاعر السلبية أول بأول وتعبر عن اهتماماتها أول بأول، بينما الرجل يكبتها ويظهر على شكل قسوة وغضب وإيذاء ويفقد كثير أثناء محاولته معالجة المشاكل اللي يتعرض لها. دكتور، معروف أنه الأخبار السيئة مهما كانت طبيعتها تؤثر على صحتنا النفسية، ماذا تنصح كخبير نفسي كل الذين يتأثرون بتلك الأخبار؟ خلينا أضيف كمان صحتنا الجسدية كمان، بحيث أنه كان في دراسة قبل 18 سنة درست الخصوبة عند النساء، واكتشفت أنه لأن النساء يتعرضوا إلى ضغوطات أكثر من الرجال حتى الخصوبة عندهم، مش بس البشرة، مش بس تساقط الشعر، مش بس الالتهابات. الصحيح أنه أحسن نصيحة ممكن إحنا نسويها أنه نجدول الأولويات اللي عندنا. في أشياء ما تستحق أنه إحنا كثير نتوتر عليها، بضمنها مع كل احترامي اللي بيحدث الآن في المونديال وبعض الممارسات اللي تعتقدي أنه هي شوية أوفر. ثم النصيحة الثانية أنه نترك للأمر وقته حتى يمر. فإحنا من حقنا أنه إحنا نقلق من الغد، لكن يجب أن نعيش اليوم قبل أنه نقلق من الغد.
صح. هذا ما يمنع أنه بعض الأشخاص قد يحتاجوا إلى المساعدة المجتمعية أو المساعدة النفسية، فإذا احتاجوا لها الأولى أن يتوجهوا لها قبل ما تتدهور الأمور وتتراكم عليهم المشاكل. شكرا جزيلا من الرياض، استشاري نفسي دكتور أسامة النعيمي، شكرا جزيلا دكتور.